أول حاجة نقول له ليه موضوع أمس اللي هو موضوع الاستيتش سيرفر. الموضوع الاستيتش سيرفر ماشي عندنا أمس. طبعا بتنزل اوبن ستيتش سيرفر كانك ما عندكش من قبل عن طريق كوماند هو اب انستول اوبن ستيتش سيرفر، يعني نضرب كوماند هو كان مش نازل هينزل، كان نازل من قبل هيقول لك اوريدي انستول. انت تبي تعد السورسز تحت لي لكن حتى كان اذا كان حاجه تحتاج تسوري ولا حاجه تريد تدور كان في حاجه تطلبها في ماشي العاده ديما تصير تمام Thank you.
20
كلنا قدرنا ننزله في السيرفر بس ننزله على طول تبي تمشي للستش دي كونفيج فايل هاوس تفتح في النار الاسم الباكج انت كتب تنزل اب تنستول اوبن ستش ده سيرفر الريسورسز ليست عندك معاك سودو سودو عندك مشروع عندك سودو بروجكت لا ما
طبعا لما تنزل من الباكجز بس هون زي اي باكج مانجر تقدر ياما تخليه ما تكتب اسم الباكج بس وينزل لك لاست فيرجن ياما تكتب الفيرجن بتاعك تدير الشريحه وتكتب بعد رقم الفيرجن بالضبط الدوز نقطه لا الشريحه وتعطي كيف خليك تفكر فيها تحدد فيرجن اللي تبغاه لكن الفيرجن لما بتنزل لما السورس بتاعك ديبيان حتلقى رقم فيرجن بعدين داش ديبيان ولا زي مش حيبدا نفس اللي مساعد فيها فيها لكن بالتالي يساعد يعطيك الفيرجنز اللي موجوده في كوماند ابت سيرش يدير ابت سيرش او بالست سيرفر يعطيك حاجات قريبه يمكن في ساعات الفيرجن يساعدك تعرف تسجل شفت هذه دير لسيرش يطلع ان اخر فيرجن هي 8.4 بي 1 مش عارفين يدب يعني زي باش تدير كانك تبي تطبق نفس كلاينت سيرفر نتورك فايل سيستم لكن الكلاينت بيبعت حتىو بيبعت بابليك لما يبدا كونكشن كان كده الزوز عنده بابليك كيز برايفت كي برايفت كي ما عمره يطلع برا منه هنا الكلاينت تبعته من الزوز يعني ينبعث اوتوماتيكلي لا مش بدير انا كمان كوبي اي دي سيرفر عشان يعني نحكي بعده بعد ما كل شيء ست اب هو يدرس في الخطوه الاولى انت دير معنا تو نفس يعني سو في كلاينت سو سيرفر واحده واحده تو بنديروا كل شيء انت لو تبعت من السيرفر للكلاينت بعد ما نزلنا من الكلاينت للسيرفر هو الاس اس اتش انت وين بديره في السيرفر هو لا يعني انت بتعدل الاس اس اتش سيرفر كونفجريشن تمام وين بتعدله في السيرفر في السيرفر كويس انت سيرفر هو وين اصلا هون بيصير لهم جنريشن هم البابليك والبرايفت انت بتعدل السيرفر الاس اتش سيرفر في السيرفر تمام صح ولا بعدين بتجيك دير اس اتش كي جي في الكلاينت في الكلاينت شوف اللي عندك بابليك كي وبرايفت كي بتقبل بعدين تبعت البابليك كي بتاعك للسيرفر تحطه في المكان المضبوط تمام بعدين بيصير كونكشن ممتاز بعد ما نزلت تو بسبب بنديرها غير بناكلها وسط المرحله بتدير نانو دي نانو سلاش اي تي سي سلاش اس اتش سلاش اس اتش دي اندرسكور كونفيج تو فيه بتاع دوت دي ودي الفايل الثانية عندكم مشكلة غادي؟ لا لا بس وزن بس مش authentication didn't work مش بس وزن هو دار اللاب ودار ابديت ايش قدر يخش يكتب الباسورد ويقول له اوثنتيكيشن ديدنت ورك
هو لابتوب ده ابديت من 2000 لابتوب كله لا مش من في ام وير هو في ام وير نفسه هو شكله لابتوب بدل نفس الجهاز لا ابديت ابديت في في ام وير بالبي ام وير ذاك اليوم ايش قاعد زميل؟ ايه قاعد زميل تو بعد ما ولع هذا خشش الباسورد بتاعي لو ما نخش فيه ما عندكش باسورد زي كم ثانية؟ معهم نفسهم كلهم دايرهم نفس الباسورد عندي وكذا من الاكونت كلهم نفس الباسورد دايرهم باسورد واحدة بس ما نقدرش نستخدمه في الانترنت بس على السكة انا بس حاجة في اللغة هيك بتغير ودار له شو كل ما تكتب الباسورد غلط بس يعطيك دازن وورد تمام تو كنا وصلنا نفس المرحلة عندك هذا الكونفيجريشن فايل تاع الاستج تلقى انكلود هذيك زي تاع السورس في الانترفيس وعندك مجموعه حاجات زي الهدف نعم لا هذه اللي قبل زي ما هم تو بنقول لك اما لاين تغيرتهم هما طبعا اللي ادرسها لهم امس رقم الفور الادرس اللي تبي عليه بي بي 4 بي بي 6 وهكذا في وين تحط في الكيس تقدر تغيرهم كما تبي في حاجات علاقه باللوجين ريت ليميتنج وهنا اهم حاجه نخش في الاوثنتيكيشن هذه غيرناها برميت روت لوجين درنا له تمام برميت روت لوجين بديرها له في مجموعة اوبشنز ثانيات على حسب شو تبي ستريت مود ماكس اوثنتيكيشن درايفز ماكس سيشنز في نفس الوقت بابليك كي اوثنتيكيشن ضروري تقعد يس كانك انت دايره نو ولا حاجه اللي حتكون باي ديفولت يس ثانيه بابليك كي اوثنتيكيشن ضروري تكون يس اي باي ديفولت يس برميت امتي باسورد برميت امتي باسورد نو هي نو باي ديفولت ولا لا روت لوجين ديرانو هي في حالة بروبت باسورد ولا انت وين هيك نزلت هلبة خليك معنا خطوة خطوة أخير ما لقيتهاش
حتى انا من فوق فوق إيه فوق انت زلت بسرعه انزل شويه شويه جنيت ايوه رابط بس بدي عينه في البداية في البداية تحت أول ما تفتح الاوتنتيكيشن هي تحت طول ثاني سطر بعد الاوتنتيكيشن إيه لكن مكتوبة برويبت باسورد ديرانو لو تلقاه مكتوب هيك برويبت أيوه بالضبط امسحها ديرانو ديرانو ناحية كومنت ديرانو هذه باش الروت ما عادش يدير ما عادش يقدر يدير ما عادش يخش بالداخل باس ولا كي هسه يدير روت ما فيش يخش السج هو بالاصل كانوا بالباس لا نعم ما عادش يخش السج لا باس لا كي اي في الاصل يسمح بانك تخش بالكي الروت عندنا كي ما فيش لا كي لا باس ايوه خش بيوزر بعدين من اليوزر بتحول لروت ايوه انكتب وهذا ما حاجة تمت يتغيره في كتب قديش وقت ترايز وقديش سيشن في نفس الوقت في السيرفر حاليا ما يهموني وترايز كي فايل هذا اللي بالنسبة لليوزر كل يوزر في الهوم ديركتوري بتاعه وين كلهم بداخل دوت اس اس اتش سلاش وترايز كي هذا ديفولت وفي زوز فايلز تلقاهم تقدر تدير زوز وترايز كيز تو تقدر تغير فيهم كان كتبي انا مخليهم زي ما هم شنو غيرنا ثاني غيرنا الباسورد اوثنتيكيشن نو لكن هي لما بتغيرها تقول ما عادش تقدر تدير لوجين بالباسورد يعني كنت خاص بالباسورد تبي تديره بتاع الستش كوبي اي دي قبل قبل تديرها هنا عشان ما يتذكرش عليك عندك كان خاص بكونسول فيم تديره نو تو هذا لانه ينسخ الكي كانك خاص الستش بيتذكر عليك ينسخ الكي بعدين تديرها هنا يعني بتخليها يس انت كمل كل شيء بعدين ديرها نو تقدروا ديرها نو يعني كان هذا ما استفدتش الباسورد اوثنتيكيشن يعتبر نوت ذات سكيور ديسيبل تانل كلير تكست باسورد يعني شوف انت التكست ماشي كلير تكست يعتبر هيوج سكيورتي فولنربيلتي بعد تديرها في النت يعني او في الانترنت ولا اوفر اي نتورك انت ما تشتغلش 100% باسورد ضروري تسكرهم حتى اكسبلانيشن مارك المفروض باي ديفولت نو اي ولا حاجه لكن ما ضروري تبعت كي قبل هذا لا اخر حاجه ديرها هذه كانك خاش ستج دير اخر حاجه كانك خاش فيم كونسول دير طول بعد غيرك كي مش ما تبش ستات اندكيشن بلوجنز غيرك سكرت ال X11 forwarding و TCP forwarding مش لازم تسكرهم على حسب انت استعمالك انا تو في production servers ما تخلي فيهم وراين على حسب X11 ديما مطفي خاطر اصلا ما عنديش قوي X11 يعطيني ويندو يعني هنا لما نفتح حاجة قوي من السيرفر تطلع لي ويندو في الكلاينت لما نعطيه داش كابيتال X flag في الاستج كلاينت يفتح لي تذكرها عن طريق هيك دير X11 forwarding نو والاو تي سي بي فوروردينج دايره نو هنا هي هذه باش ما تقدرش تفتح بورتات من والى السيرفر من الكلاينت للسيرفر ومن السيرفر للكلاينت عن طريق الاستج يبدو تانل بورت مفتوح تقدر تخليها مفتوحه تقدر تذكرها كنكتب دايره نو نعم الاو تي سي بي فوروردينج نو دايره انا لكن هي مش هذيك السكيورتي حاجه اللي علاقه باليوزرز كانت انت اليوزرز ما عندكش فيهم تدفع ولا حاجه لان يقدر يفتح بورت على السيرفر طول يقدر يفتح بورت على السيرفر مفروض نجرب جربوها احنا ما عندناش وقت في كوماند فلاج تديرها في الستج كلاينت يقول لي يحول بورت من عندك انت للسيرفر فهمت كيف يعني مثلا سيرفر 80 في البورت 80 في السيرفر نقدر نحوله من هنا مثلا نقول يبعث بورت 80 لوكال عندي هنا يبدا في الريموت سيرفر بورت 80 تبي تخش على السيرفر على بورت 80 يفتح لك اللي عندك انت كلاين لوكال تقدر تسكرها تكتب تسكرها بطريقه تمام انا مدير نوت تمنع انه يفتح كل نكتب مع بورت انه يفتح بورت غالي وجي حتى بالعكس انه من السيرفر للكلاينت زود تذكرهم بطريقة هذه ف
هادو هما اللي درتهم انا تقريبا خذ الذكر هادو هما بس اجين شن درت انا درت اكسل فورورد نو تي سي بي فورورد نو باسورد اوثنتيكيشن نو فورمت روت لوج نو اربع حاجات اربع لاين صغيرة في الكونفيجريشن تاع الروت وتاع الباسورد والتي سي بي والاكسيرفن كروم نو واحدة حتى باي ديفولت نو تشالنج ريسبونس اوثنتيكيشن في الجي اس اس اي بي اي ما دي لي علاقة باوثنتيكيشن بلجن اسمه جي اس اس لا نو ما نستعملوش فيه ديرها كومنت خليه كومنت هذوما غيرنا الأربع حاجات هما تمام في حد الكفاءة مازال ما دارهاش حاجة هيك قدام وتراس كيس تو باش حيديرو نفهم من دوكش كاتبين لنا في الاكسل قدام عارف يديروا الفايل الثاني فايل واحد مش مهم ان شاء الله هم شن فايل هذا بس تدش هذيك الحاجه خلاص سيفو اه دير كنترول اكس واي انتر تمام خش عادي لكن لما تبدا تعدش يعني منك تعدي مش غبي هو يكتب فيها بالاحمر بالضبط يكتب لك انه وان رايت اون باب السيء هذه لا من الاول لا لا سكره في سكرته تو بيكتبها المره الاولى لا يكتب من الاول لا لا انا حتى انا مسكر صح كذا واحد والله تجربة مش مفروض ضروري من نعطي ال لا لا يا لا مش هو متى ندير نانو سلاش تي سي سلاش سلاش شوف ها المسج اول مره طول يكتب كاركتر ولا يكتب فيها غير انت ما تلاحظش تبدا انت مركز عرفوا حتى انا ديما تصير مش هو ما يكتبش فيها انت من لحظات تبدا مركز تبدا تتم حاجه بسرعه الاكس سي بي نو هذا ايه الاكس سي بي والسيرفر بالله قلت لك الاكس سي بي والاكسيرفر تحت بعض
أربع حاجات روت لوجن وباسورد والاكس 11 وتي سي بي. زو الثانية فوق تقريبا سيري بلا حاجة. تمشي للكلاينت بتاعك، انت عندك كلاينت ولا حاجه؟ بوتي بوتي ما تخش على السيتش كان تقدر حتى بنفس الجهاز، نفس الجهاز يمكن تمشي نفس الجهاز هو كلاينت هو سيرفر. اوكي باه شو نديرو؟ طبعا انت الكونفجريشن هي ما تمشيش ندير سيستم سي تي ال ريستارت السيتش، ما ديرهاش توا هذا بيك خليك كمل لي. باش منديرو؟ باش مهندس انا طلقت في الكاش هي اللي درناها كيف درناها؟ اي كاش؟ نتاع انه ما باش يدير لها ريستارت في السيرفر. لما غيرت في النتورك ايه سكر مسحنا كونكشن بروفايل من جنوم نتورك سيتنس. كونكشن؟ شنو اسمه؟ حتلقى في الوايرد كونكشن في كونكشن بروفايل دي لمسح في هذه النتورك. انت ما عندكش حاجه هنا؟ انا قبل كنت مدير التسويق فقدرت ادير السي بي ما عادش بدي اخذ. ما عرفش بقى كانت حاجه لا خط نتورك انترفيس ستار بيز نتورك انترفيس جوب انت ايف اب درتها بروحك ولا برنامج ثاني؟ ايف اب كوماند انترفيس فايل مفيش نسمي حاجة تانية كل نريد مرات كل فيس اوكي بالك تغير البرنسس بتاع كيف نحي كابل ولا الدم؟ قبل نطفي في الثاني طلع لي طلعت النتورك هنا طفي فيها خلص فصل في السيتنج
كيف نطفي نفسها؟ نزل فيها الديسكوب تاعي ديرها ياك انت بالك مشيت امور هذه لكن ما مشيتش كان هذا ضروري يدير ريبوت عادي ويستاخر الوقت عادي انا الصفر انا ما فيش حاجه ثاني المفروض يدير ستارت عادي حتى كان يسوي ما سيف مش تمام بالنسبه للسيستم تقدر تخش من نفس المشين نكتب لي مثلا كوماند هو بدنا روت نبغى نخش على الروت نفس المشين روت لوكلوس بيعطيني البرميشن دينايد انا بفكر كيف والله وانا اصلا مش سامح لل ما تقدر تقول اي حاجه ثانيه الحين تو اول حاجه نبي نكزت من الروت مسارات 2 نعتبره هو الكلاينت هذه باش انت تطبق نفس الشيء في جهازك على نفس الفيم يعني انت مرات عندك فيم واحده تبي تخش من زوز تمام مش انت مور عندك او كيف ما ولع فيه بقى عندي روس سيتش معي شباب عندنا موضوع بنخشه من نفس المشين مسارات 2 اهو نعطيه السيتش مسارات 2 لوكال هوست بس خش على نفس المشين تمام مشين ثانية اللي نفس المشين نفس المشين فيها كلاين فيها سيرفر السيتش بنستعمله بس ما تقدر ما تضطرش تدير توز فيمز حتى موضوع الاس اس اتش معناتها موضوع البوت يستنى عليك ولا ايه هذا علاش فشوف معي هنا تمام الاس اتش مسار 2 اتلوك الهوست دير انتر اول حاجه بيقول لي هذه الفينجر برينت بتاع السيرفر نقول له يس بعدين بيقول بيرميشن دينايد انا فبرك غلط تمام فشنو بندير انا اوريدي درت كونفيجريشن السيرفر انت طبعا الكونفيجريشن بتاع السيرفر ما زالش ندير ريستارت للسيرفس انا من خلال اخر حاجه لان نكمل الحاجات هي شو بندير نبي ندير جنريشن للكي ونبي نبعث الكي للسيرفر نحطه في المكان المضبوط بتاعه صح ولا
فشو بندير؟ بندير SSH keygen تقدر باشمهندس بدال المسارات لوكلوس تحط الاي بي تول. ايه انت لوكلوس حيكون لوكلوس عندك اصلا انت لانك نفس المشين تقدر تحط الاي بي تقدر تحط دومينين. SSH keygen زي ما قلنا في فلاج داش بي يعطيك تغير ل حجم كي اكبر عملها في 96 ولا؟ علاش من عاتك انت؟ كيف؟ 2024 شنو هو؟ علاش؟ تو قالك are you sure you want to continue؟ هذيك تشبحها لما أول مرة تتصل بسيرفر. أنا أجيب لك أنا باسورد. حتى الباسورد. لما أول مرة تتصل بسيرفر فقط، يعني أول مرة تلقى سيرفر. يسألك بقى دينايد ما ليش علاقة دينايد تعرفه بكي معنا دلنا الستش كيجن داش بي 4096 باش يعطيني الحجم 4096 الكي ويضيفه 3072 هو تمام دل انتر قولي جنريت امبير اما فايل تبي تخزنه هذا الديفولت انا ما عنديش كيز من قبل بنقول له انت قال لي اوريدي اكزيست بنقول له لا ما تدير شوف رايك اوكي خلي نعاود مره ثانيه نجربها نجرب معي ايه احنا نستثمر نديرو نكتب سلاش هوم سلاش مسارات 2 نفس اليوزر طبعا بس البرمسز ما يضربوش سلاش دوت اس ما نسكيش معناها شنو هي؟ ماينس بي قلت لك فلاج هو باش تغير حجم الكي كل ما اكبر كل ما سكيور اكثر فمن 3072 الديفولت غيرنا ل 4096 باش تغير لازم تحط فلاج يعني اه فانا بنعطيه اسم فايل جديد بنقول له اي دي ار سي ديسكورد كانك انت ما قالكش بدير اوبريت ولا لا اوريدي اكزيست مشي نفسه خلاص هي بتقول لي أطول شوي فأنا نسيب في الفايل الجديد هو تقدر تدير باس فريز مفروض تديرها in real life situations أنا مش حندير هنا لأنه مش محتاجة باس فريز بس يشفر الكي هو بي باس فريز فأكي تمام دلت انتر مرتين قلي فيل نسج شوي بس غلطت هنا في الاسم مشي عندي أنا غلطت ما في التايب هو مديرها من غير اس من غير اتش بس من غير ام سعرات 2 سلاش اس اتش سلاش اي دي اندسكور اس اس سلاش اندسكور هيك مشيت الامور عندي تمام عندي كي حجمها 4096 ومخزن في المكان اللي فيه انا وهذه فينجر بريست تمام نعم الارسي هذا اسم هو البرايفت صح لا انا قلت وين يكتب البرايفت والبوبليك والبوبليك دوت بوبليك ايوه نفس هذاك دوت بوب اوكي ولا لما تبعت دوت بوب انت على اسم ماينس بي 4096 بورت لا هذا بس اعطاه الحجم الكي حددته هو في العاده بالديفولت بيدير 3072 حددت له نينين بي 4096 بس يجيني اكبر كي ولي مور سكيور اجينست بروت فورس اتاك فانا اول ما بندير هيك نبي ندير برنامج اسمه SSH copy ID SSH copy ID SSH copy ID برنامج هو أسهل طريقة ننقل بها البابليك كي بتاعي للسيرفر بيستعمل الاستج وبيحطها خاصة سكريبت واتي بيحطها في المكان اللي المفروض يكون فيه الكي في السيرفر فعلى طول ما تكتب له مسارات 2 في الحالة هي لوكال هوست انا هنا مش حيمشي لان انا مش سامح باللوجين بالباسورد لما بنديره بيقول لي permission denied فأنا مثلا نقدر نغير مؤقتا نخلي الباسورد يخدم بس يمشي على السريع
يصير السيتش ديال سكوبر جي ننزل هنا بس الابلكيشن نو ندير يس طبعا هو بديرها في سكيور انفايرمنت فقط النت المفروض ما نديرهاش بوك ندير كوبي بطريقه ثانيه ندير كوبي ونحطها في مطار كونسول ولا حاجه زي طبعا ضروري ندير له سيستم سي تي ال ريستارت لازم نديرهاش اللي نكمل انا علاش ندير لان اريد كونفيجر من قبل اريد ديف سكيور نقص من السكيور اللي خلاص بس تمشي باش انا ننقلها بطريقه سريعه اللي هي نفس اللي عندك انت تو ندير كوبي من غير ما ندير ستارت يعني ايه لكن مش بنفس الكوماند هذاك كوماند ثاني كوماند طويل شويه تقف في السلايدز كوماند مركب كذا حاجه في السلايدز نتاع سيشن 4 ليفل 2 سلايد 8 هيك حتى هو يستعمل في السيتش انت تقدر له كوبي الكي نفسه وتحطه في الفايل باي طريقه مثلا في كونسل اذا كوبي في كليب بورد تحطه اكتب يعني في كذا يعني اي طريقه المهم انت كوبي السترينج معين بتحطه في سيرفر انا تو بدي اكزت من هنا ندير نفس الفايل الكوماند هو هذا كوماند ندير لما انت عندك باسورد السيتش كوبي اي دي مسار 2 ات لوكال هوست ندير له انت يقول اعطيني الباسورد تمام نمبر كيز ادد 1 مش التمور هنا لا لا مش لا في طلب مني واحد بس نطلب منك قال ان هو طبعا انا قاعد لقيت لو ما تمش فهمتني كل شوي ما زال ما نزلش السيرفر بالضبط لكن قال ان في لوكال كونكت لوكال هوست لوكال هوست بورت 22 كونكشن فيوز شكله فيه لان ما فيش سيرفر لا انا سيرفر سيرفر ما فيش كونكشن فيوز مسكر بورت ما فيش حاجه بعد هذا نتنزل لوحده اوكي اوكي انا قلت خلي احل الكوماندات اول شيء حتى الخطا كل المخزنات عندي بعتني اني اجربها بروحي على الفجاه باه وعندك حتى الفيديو بينزل هذه مرات اليوم الاولى كانت الشركه الاولى يعني طبعا احنا هيك بطريقة هذه في حاجات بتفوتنا مش حنديروا عليها مش حنتموا كتير يعني انفس ومودن ستورج بارتيشنينج وفورمت ثلاثة حاجات ما نعرفش من كم منهم احنا لكن وصلنا لاخر خطوة احنا كان كنت تقريبا كم مني مازال ما دارش السيتش كوبي في البداية كي جنريشن كي جنريشن داش
تمام تأكد تمام سوى شنو اللي بديره؟ في حد عنده مشكلة في موضوع كوبي اي دي؟ مشت امورنا يعني باه تو ما دام درت كوبي اي دي بنمشي على السيرفر اولد باسورد نمشي للسيرفر ونجي كان الباسورد تنتكيش قاعد مش مسكر بنسكره ايه يس من غيره نو باسورد تنتكيش نو تمام بترول اكس واي انتر بعدين بتجي سدير سيستم سي تي ال ريستارت اس اس اتش بعد ما تغير الكونجريشن ضروري دير ريستارت للسيرفر باش تمشي كونجريشن جديد. دايره بكري هنا لكن مش مداير ريستارت. عارف بالقصد انا ما بكونش دير ريستارت البكري باش تكملها هاي النقطه قبل. تو دير ريستارت ورس انتر. طيب ما ساعات في لا بس غيروا الباسورد بس الكاش اللي هنا ايوه الباسورد الكاش اللي هنا كمل تنزيل عنده كمل هو فصل الاولاد شكله لكن خشيت البكشه هذيك بس 100% 100% 100% هنا غير احنا اربع حاجات بيرميت روت لوجن نو باسورد اوثنتيكيشن نو اكس 11 فورورد نو او تي سي بي فورورد نو الزوز الخيارات مش لازم هلو. انت غير دير تاعت الروت لوجن و الباسورد اوثنتيكيشن ديرهم نو لا تمام بعدين بتسيب وكانك ما درتش كوبي اي دي تو ديرها قبل دير ريستارت درتها كان درتها دير سيستم ستيل ريستارت السيتش هي هو يدعم كان تو فاكتور اوثنتيكيشن كي وفي نفس الوقت باسورد بعدها يطلب باسورد اوكي اذا انت تخش الكي يكون الكي وبعدين نفس الوقت يطلب الباسورد الزوز مع بعض ما اعرفش كان متاكد خاص الكي هو اقوى من باسورد هلبا ما انت داير كي باش ما يمشي باش ما تفكرش من غير باسورد يمكن في طريقه يمكن عن طريق الاوثنتيكيشن بلجنز زي كيربروس و جي سي اي بي اي يمكن يكون في حاجة زي كده فتوا بعد ما دير ريستارت دير اكزيت كان كده روت كان كده روت لازم وجي دير السيتش على اللوكال هوست بتاعك على نفس اليوزر اللي اخترته اعطاني فرش دينا السيستم سيتيل نعم السيستم سيتيل نعم 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 نعم
لكن هو فيه اوريدي داخل نقل فيه زوز ثانيه السيرفس الثانيه نزلت نفس لا السيتش دي والسيتش بروح. ايه بالنسبة لديبيان هذا هو الكوماند اللي ديره باش دير ريستارت يدير فيهم ريستارت الزوز. ما نعرفش بالضبط لكن في على حسب ديستر بتاعك تقريبا ممكن ستويس قاعد اس اتش دي. في سيرفيسز تحكم في سيرفيسز ثانيات مرات لكن يعني لو قلت هذه المهم بالنسبة لديستر هو ما تبيش تحتاج تدير اي حاجة ثانية بس دير ريستارت اس اتش تمشي الحال في ديبيان. تمام فأنا أعطاني إن برمش الدينائي خاطر أنا أعطى خصوص بأيدنتيتي غلط طبعا حتى هذه مهم تعرفها داش آي تختار بها الأيدنتيتي بتاعك تحدد لها أما برايفت كي تبدأ تستخدمها هو بكمان لطف في حاجة أساس الكوبي هذه ياخد البوكس داش آي داش آي داش آي طبعا انت كانك بتخش على كذا سيرفر بنفس الايدنتيتي عن طريق بابليك كي بتاعك يقدر يعرف مالشس اكثر انك انت نفس الشخص تخش على اكثر من سيرفر يقدر يعرف انك انت عندك اكسس اكثر يعني يقدر يحط عليك شويه انفورميشن مش فولنربيلتي لكن يعرف يعني انت كانك بتخش على كل سيرفر ببابليك اي دي بروحه اصعب انهم يعرفوا انك انت خلف السيرفرات كلهم في حد صارت اي مشكله في موضوع الاس اس الجنريشن هون بيصير للكلاينت في الكلاينت وبالتالي بتكوبي من الكلاينت للسيرفر 100% انا تو عم تكوبي فيه من الكلاينت للسيرفر يطلع لي عندي مشكله في يقول لي اس اس اتش كان نوت تو هوست الاي بي بتاع البورت 22 الكونكشن ريفيوز كونكشن ريفيوز معناها انت بس انت بقى مش احسن ترى هو من غيره في البورد تمام نانو بس
is the SSD. اه دايره 1000 بورت 1000 معناها تو نحدد لها غادي تو ندير لها ماينس وين هو؟ اه ان شاء الله يبقى في بين هنا كمان 100% هو بالضبط هيك اختار يمكن هي غلط بس ايش كوبي اي دي يمكن ياخذ فيه بطريقه ثانيه بس شوي بس مين الديستريبيوشن بتاع خالي لا ايش كوبي اي دي ما كيف الفلاج بتاع ما ياخذ فيه شوي بس ايش كوبي اللي جت عليه هنا البورت سبيسيفاي بورت نبي دي سبيسيفاي بورت ما نعرفش الفلاج ما هو اه الفلاج مش نفس بتاع السيس نفسه طلع يديروا فيها قبل الروح يديروا فيها يديروا فيها ب شو اسمه ب سينجل كوتيشن ماركس انه يبعد فيه كلها كسترينج للاستج نفسه شوي بس ضروري ديرها قبلها شكلها غادي مديرها قبلها ما انا حسابك اذا نزلتها هيك بسريشن خلاص ديرها قبلها ديرها بسريشن في روتيشن نايت بابليك كي تبي تسكر بابليك كي تفتح يعني تبي تفتح فاست اوثنتيكيشن سيرفر نفس الكونجريشن انترنت نفس الفايل لا لا هذا كلمه لوز دوك تاخذ ديرها نورمال يعني مش دوك تمام ديرها يس ولا ندير لكم مقبله هذه كثير عايز خلاص بس طب في حاجه وبالتالي ندير ماذا بك سجل على ريستارت ولا حاجه بدير ريستارت للواحد السيرفس هي المفروض ديرها نوم لكن مش مهم عندنا خير مش مهم لكن هاو بس بدنا نحناش في كومنت ريستارت ريستارت اي حد عنده اي مشكله في السيتش كوبي اي دي في كل الموضوع السيتش نحن كملنا الموضوع السيتش كنا درنا السيتش كي وخشينا بالكي ومرة تمام
بس ندير تو موضوع مارتن بارتيشن انه نبو كونسل على الفي ام اللي هي الاولى دنيا هنا مدير لها اي بي ادرس اللي كان عندي قبل بدي اس بي بتغير وما عندي اكسس فنبدا نخليه الموضوع في اليو اف دبليو اللابتوب تاعي فقط نتصل بيه بالست بتغير عليه الاي بي اظن هذا اللي صار يعني كله كثير نجيك هذه ثاني ندير واحد جديد الخمسه هذاك واضح فنبدا نديرو ولا نخلو ولا بس يو دبليو ديليت تفضل ندير يو دبليو الاو المفروض يسمح ديناي ان هي من السيرفر ندير سيرفر ذاك ما يجيش يخش الست شات يدير اي حاجه الا فاني وير اوكي اني وير فروم هو واني وير من اي حد المفروض يمشي تو نجربه فانا هنا بدي تشوف هنا هذا سيرفر ثاني السيرفر الثاني فسطه ويزوز مونتد هنا السيرفر 1 وكلاينت 1 صح الكلاينت 1 هو متصل عن طريق الستش فمش مشكله ما ليش علاقه حاليا نبي ندير نتاع السيرفر 1 يعني بنمسحها من هنا ونبي شوف
اوكي فكيف ندير الماونت؟ تجيب دير كوماند يو ماونت، انا لان عندي ماونت من قبل دير يو ماونت، وتقدر تعطيه على حتى المكان اللي هو ماونت فيه، مش لازم تكتب يعني سطر طويل. دير الماونت هي فيلد بريبير ماونت انا تمام هيك جي دي دي اف ذا جيتس ما عادش عندي مونت اللي نفس اوكي هذه فقط لان انا عندي مونت من قبل تمام بالنسبه للسيرفر يختفي من هنا فالتو بندير اف ديسك داش ال نشوف هنا عندي اس دي بي 1 اللي هو عباره عن 10 جيجا بايت هو ده اللي بنمسح فيعني بندير اف ديسك سلاش ديف سلاش اس دي بي فقط لان انا تارجت انه هو الديسك هنا طبعا قلنا الاف ديسك ما تستعملهاش لما انت تبي تدير ديسك اكثر من 2 جيجا بايت الحجم تاعك انا تبي تستعمل بارت اوكي بالنسبه لي مش محتاج دير بي باش تطبع لي شنو فيه حاليا في داخل الدرايف ونبي ندير بارتيشن تيبل جديده فبندير جي 4 جي بي تي كريت ذا نيو جي بي تي ديسك ليبل بدير ان باش نعطيه نيو بارتيشن خلي بديل تكون فيرست سيكتور هذه من اول الاخير اوكي كريت نيو بارتيشن اللي هو اوريدي فاست اكس فات سيجنتشر دي وانت ريموف سيجنتشر يس لان هو اكس فات من قبل سيجنتشر ويل بي ريموف ذا رايت كوماند لما انا مستعد دير دبليو ذا بارتيشن تيبل از بين اكتف هو كيف مشي تمورا فحاليا لما نجي نرجع ندير الديسك فلاش ال اعطيني انه عندي في اس دي بي بس اس دي بي 1 مش مهندس في اي مكان فتو نبي ندير له ام كي اف اس دوت اي اس تي 4 لي سلاش ديف سلاش اس دي بي 1 طبعا ضروري تارجت البارتيشن نفسه لما تدير الفورمات مش هذا كله طي انتر وبعدين نجي ندير لامونت ل هذا
/dev/sdb1. Thank you, no, SDB fashion. Mount SDB1, alias slash shift. Toaki, DDF shift. نطلع لنا SDB1 mounted shift. توا هو درت له partition table جديدة, درت له partition جديد, ودرت له format على XT4, ودرت له mount على slash shift. Slash shift هو directory جديدة, ودرت له main directory. واضح ولا كي مقطع شوية ولا لك ما راح تجيش تتبع معي؟ نعم طبعا بقى تبي تتبع معي, تبي حتى نعود عادي نمسحه وفورما مجدد. خلينا نمشي بالعكس, ندير mount يو mount /dev/sdb1 كتبوا unmounted. دير لقطة extend للSDB1. نعم؟ extend مثلا 59 جيجا نجدوهم 59 هو available, هو كل العكس 64. احنا موضوع extend ما مش كبر في الكورس الأول. هو مسح ال دلتا الماونت فقط قال موجود هو موجود دلتا الماونت شوي في تبع الخطوات نفسها خلاص. ايش ندير انا كان عندي من قبل ركبت دلتا الماونت هو كان ب كان من قبل موجود والوحدة الفورمات بتاعها تم تغيرها انت كنت كان اكس فات غيرتها اكس دي 4 اوكي فهو فلو كان ماونتد وكان نفسه يخدم كل شيء في البداية درت له unmount للSDB1 تأكدت منه انه هو mounted, عرضت المعلومات على الديسكس بعدين خشيت درت fdisk /dev/sdb1 بس درت له partition type جديد و partition جديد تمام. يعني النقطة هي بديرها في الحالتين سواء من قبل ولا جديد تمام. انت طبعا قبل كل شيء ضروري يكون عندك هارد ديسك تاني او free space زايدة في السيستم تاعك. سواب والاكستندد هم ما عندكش يعني واحد زايد فري سبيس تقدر تزيده في ال في ام سوفت وير حتى 10 ميجا بايت. نمسكر عندنا نطفي الجهاز ولا؟ هي عبارة عن ثلاثة خطوات, خطوة اف ديسك وتارجت بها الهارد ديسك كامل مش بارتيشن, بعدين خطوة الماك اف اس تارجت بها بارتيشن, بعدين خطوة الماونت تارجت بها بارتيشن وتكون عندك دايركتوري من قبل يعني كلام عليك تقدر تعمل دايركتوري. تقول أربع خطوات اف ديسك على الهارد ديسك, ماك اف اس على بارتيشن,
هذا ميك دايركتري وما تبدي بالامونت بندير امونت وبعدها بنديروا كوريش بتاع منفس طبعا مش منفس مازال بارتيشنين فقط بارتيشنين الفورمات الباوند بارتيشن بالفورمات بالنوت بندير الشير اوف لوك أول حاجة دير فيس داش ال كروت ديرها تخش على روت وين الثاني هنا اللي تحت تحت هذه أيوة 5 جيجا بايت وهكذا تمام نتو بدير له ديسك لل اتش دي بي زي سلاش ديف سلاش اس دي بي سلاش اس دي بي طبعا تبي تتاكد دبل تشيك اسم الهاردسك نفسه لانها حاجه خطيره شوي هو الاس دي بي انت عندك هنا اس دي بي 100% اس دي بي انه هو بالنسبه لك انت تمام اي حد ثاني ضروري تجي تتاكد تشبع دبل تشيك من الاس دي بي هذا ونفس اس دي بي كله تست لا هو بتاع الساتا هم بيزيدوا بس دي اس دي بي اس دي لا قصدي موجود هنا تست الاول هو نفسه دي بي الاول اس دي اي والثاني اس دي بي الاس دي اي بتاع السيستم وهذا نشوف هنا كان بيقول شوف انا عندي اس دي اي هنا 64 جيجا بايت دي 1 ولا نعم اس دي 1 دي 1 كان ال1 ولا ال1 وال2 هكذا هذو بارتيشن نمبرز والهارد ديسك اس دي اي SDA وال SDB وهكذا partitions هاردسك والأرقام partitions بكنا مزيد ومثلا partitions وال SDA 2 أنا عندي لل SDA 5 أنا شاف لي محطوطات عندي SDA 1 وبعدها سميتها 5 طول بعد هذا extend دارة براحة وعندي ال 5 هو هنا الدائرة وهو السواب دايره 9.3 جيجا بايت سواب رام بدك تسميه اي حاجه غالبا هو يسالك ولا اف ديسك ولا حاجه زي كذا والثاني اللي نستعمل فيه هو الاس دي بي اس دي بي 1 فسطه بي ف تمام بس هو وين وصلت انت؟ خشيت على الاف ديسك سلام ورحمه الله تمام كثير كان كمان طيب في الاف ديسك بتدير جي سمول بس انت وانت بتدير نيو جي بي تي كنت بتدير توا بتدير تقدير بي بس تشبح عشان فيه تحاليل اه فيش لو واحدة جي بي تي فاضية فبتدير ان فور نيو بارتيشن انا بس انت طول هيك بس نشبح نخليه ديفولت انه هو يعني بارتيشن نمبر تقدير اي نمبر هذا بيقول لي اس دي بي اس دي بي 1 ولا اس دي بي اي حاجه ثانيه هي الفيرست سيكتور يخلي فيه مساحه في البدايه البارتيشن تيبل ويبدا من 2024 يبقى ديفولت عندي لف انتر تقدر فيها لا سيكتور كده بيخليه لاخر سيكتور بالضبط او مش بالضبط يخليه خير في المساحه شويه 5 جيجا كيف؟ أنا أعرفش هل يأخذها كلها 5 جيجا؟ لا يخلي منها شوية هيك دار بارتيشن جديد وتوه تقدر جي دير بي باش تشبح شندرت ولما يعجبك دير دبليو فور رايت أنا ما زال ما غيرش فتقدر توه دير دبليو هيك تمام تقدر تسكر الديسك ولا روت مره ثانيه ايوه
تمام. بعد ما تدير هيك تبي تدير ماك اف اس دوت اكس تي 4 او اي فورمات تبيها انت. ام كي اف اس اللي هو كوماند ماك فايل سيستم. دير تاب. لا نحس دير تاب. هذا هو عندك الفورمات اللي عندك انت. انا مثلا مختار اكس تي 4 بس حاطط فايل فورمات وكل شيء. فدوت اكس تي 4. سبيس. بتعطيه بعدها الهارد ديسك بالبارتيشن تاعك سلاش ديف سلاش اس دي بي 1 في حالتك انت نفسك هنا بالضبط اس دي بي 1 طبعا تقدر تتاكد انك ما غلطتش ودير انتر ما فيش اي حاجه كوماند هون ما فيش اي اوبشنز طول حيدير فورم فتوا بعد هيك بدير دير ما بدير بكري كان لينكس كان تايب ديتا في البدايه قبل ما يروح الفورمات تقدر دير اف ديسك داش انت كان المفروض نقال ممكن يتشفاو لا سندرنا هو تو بالضبط تقدر دير ال اس بي ال كي ال اس بي ال كي لازم بي بي عادي 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 كيف النوع دولة؟ تقريبا في اوبشن تويس ضروري ندير ما قدرت ندير ما في ندير ما قدر ندير دي اي ام سلاش شير مثلا سلاش ايدي ايدي ايوه دير انتر تمام تو حاليا بتدير ماوت بس بدي الاماونت بدي الاماونت نفسها بالضبط يعني كمان سلاش دب سلاش دي بي 1 سلاش مش سلاش سبيس سلاش شيرت
انتر تمام تو حاليا دير دي دي داش اتش داش كاب سبيس ايش ممكن ما تمام هيك يطلع لك داش اتش تي يطلعنا عندنا اس دي بي 1 ماونتد في الشير ومن نوع اكس دي 4 هذا الحجم تاعها الحجم عندك 5 جيجا بايت ولا 4.9 ايوه فهيك درت بارتيشننج فورماتنج وبعدين ماونتنج سهل ولا ولو تحفظهم انت بس انا وريتك في الهيستوري ايش درت ما درته في البداية لخطر كان عندي مونت من قبل درته عن مونت وبعدين اشبحت بدي اف داش اتش لقيتها ولا عن مونت اكدتها لروحي بعدين درت اف داش ال بس يعطوني لست عجبت مشبحهم شنو وضعهم بعدين درت اف ديسك واستهدفت الهارد ديسك اللي نبي نستهدفه تام من غير بارتيشن نمبر ولما خشيت هنا اعطيتها كوماند جي لانه هو دايركت دريفن تبجيل انتر هيك دار نيو بارتيشن تيبل من نوع جي بي تي بعدين درت ان وانتر باش ندير نيو بارتيشن تيبل وقعدت ندير في انتر حطيت الديفولت انه هو باش يسميه بارتيشن نمبر 1 ومن يبدا من 2048 لنهايه الهارد ديسك الا شويه يخلي شويه بيتس في الاخير لوكس ودرت انتر بعدين شبحت درت بي عرض لي داري برنت البارتيشن تيبل عجبتني تأكدت من شنبي درت دبليو ودرت انتر باش يدير رايت دبليو فور رايت فهيك كملت بارتيشنينج بعدين اكيد نبي ندير لفورمات معينه يعني فورمات النباء اكس تي 4 باش عندي جميع انواع الفيتشرز فايف بيرمشنز وهكذا فاستعملت برنامج اسمه ام كي اف اس دوت اكس تي 4 طبعا انت دير ام كي اف اس دوت ودير تاب يطلع لك شنو اللي عندي شنو اللي عملت انا نبي اكس تي 4 فدرت اكس تي 4 وعطيتها طبعا تلاحظ هنا 1 مش اس دي بي فقط تفرق هنا لان الفورمات تمشي على البارتيشن مش لها ديسك كامل وتختار البارتيشن البارتيشن عندي سلاش ديب سلاش اس دي بي 1 بعدين درت ديسك دل داش ال باش نشبه خلاص ودرت دي اف داش اتش باش نزيد نشوف اكتشفنا ان كابيتال دي تعطيك حتى نوع التايب بتاع الفورمات ل اتش تي 4 فممكن احسن كوماند دير دي اف داش اتش كابيتال دي تمام لكن باش تطلعك في دي اف ضروري دير ماونت قبل الدي اف يوريك ماونت فقط فلذلك ضروري دير ماونت باش ندير ماونت ضروري عندي دايركتري ندير ماونت فيه فدرت ماك دايركتري سلاش شير يعني بدي له شير بعدين تسميه اي حاجه درت دايركتري اسمه سلاش شير حطيت له ماونت اس دي بي 1 في سلاش شير تو دير دي اف يطلع بعدين هو درت الماونت باش نوريك مره ثانيه بعدين ديت لماونت مرة ثانية وهذا هو مزيفت ديف 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 هذا في سيشن 3 سيشن 3 سيشن 3 ليفل 2 نزال ما طلع ليش يعني شنو هو بيطلع لي؟ هو الكاميرتز ما طلعش هذا استبراح مش وين ديزاين بيطلعك ستشير تخش ستشير حتى هون كان من بكري مثلاً درت من بكري الموت لو درت طول اسمه مفروض هادي ولا بدي له أول شيء مش موجودة سيشن 3 موجودة بي دي اف ولا؟ اه بي دي اف باش يطلع لك الذكية هذا الكاميرات ما يخدمش عندي المفروض كلهم موجودات سيشنز 1 و 4 و 5 و 6 و 7 لا انت خش على ليفل 1 ليفل 1 في سيشنز مش موجودات لان هم القوي وما فيش عليهم سلايد عرفت جنوم ممكن